جثث وإصابات وحروب. هنا غزة بين ناسها وأطفالها، فيهون هذا التعب كله، يهون هذا الجهد كله من أجل إسعادهم. ويعيد هذاك اليوم خلينا عيدين، لله الحمد على أخواننا وشقائنا في قطاع غزة. احنا هني لارضاهم، احنا هني لاسعاد الشعب الفلسطيني. غزة على خط الحياة، وثائقي جديد على سكاي نيوز عربية.